السلام عليكم. اليوم نروحوا للقسنطينة باش نشوفوا اين وصلت الاشغال بالمول سيتي مول اللي راه قيد الانشاء منذ حوالي 8 سنوات. وهنا نشاهد المول هذا اللي يعد اكبر مول في الجزائر وواحد من اكبر المولات في افريقيا. وهنا نشوف الطول ديالو 110 امتار طول. ونزيد نشوف العرض نتاعو اللي راه حوالي 55 متر، وكذلك العلو ديالو هو حوالي 12 متر طول علو، يعني ما يعادل 3 أو 4 طبقات عادية بالنسبة للعمارات السكنية. إذن هذا المول هذا اللي كما قلنا يقع بين في قسنطينة، بين المدينة القديمة تاع قسنطينة ومدينة علي منجلي، واللي يبعد عن مركز المدينة تاع قسنطينة حوالي 6 كيلومترات، وكذلك يبعد عن مركز المدينة نتاع علي منجلي بحوالي 5 كيلومترات. نخليكم تشوفوا آخر الصور التي أخذت هذا الأسبوع عن حالة الأشغال بهذا المول الكبير إذن في قسنطينة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.